لما تبص على كتاب مقدس تكتشف ان دايما مقاصد الرب يعمل دوائر من الملكوت عشان الناس تخش فيها. مرة تاني، مقاصد الرب ان يعمل دوائر من الملكوت، دوائر من المجد مرتبطة باشخاص حاملين للحضور الالهي عشان الناس تخش في هذه الدوائر. اسمعوني بقول هذا التعبير كتير، رب بيبدر نهضة في مصر، فاكرين بيقول سمعتوا التعبير ده؟ عمال بقوله ليه؟ زي بؤر نور، بؤر نور، بؤر نور تغطي وجه كل مصر. البؤر دي متشالة على مين؟ على أشخاص حاملين تابوت عهد الرب في بيوت، في مجموعات، في صلوات، في الشوارع، في حاجة، وفي الكنائس، وفي في حاجة شغالة، ورب عمال بيبدر. بس كواليتي، نوعية، قصة مش حجم الاجتماع قد إيه، قصة نوعية الموجودين جوه اللمة دي قد إيه. إيه النوعية؟ نوعية حاملين حضور الرب الملكوت، ولا هو بيتجمعوا عادي؟ هو اجتماع تعودوا عليه. في فرق ضخم جدا. رب مستعد يعمل بثلاثة فوق الجبل، باثنين بيفتنوا المسكونة بدل ما يبقى معاه. فاكرين لما راح لجدعون قال له كم معاك؟ قال له 30,000. قال له حبي كتير قوي. دي مش النوعية. أنا هدور على نوعية. لما صفصفوا صفصفوا قالوا دولك كفاية جدا. ليه؟ القصة كلها إنه الخبزة بتاعت يشوع، فاكرين الرغيف الشعير اللي بينزل على محلة مديان بيقلبها. القصة النوعية، النوعية اللي هي نوعية يسوع حاملين الحضور الإلهي. فأنت بتختار تبقى حاضر اجتماعات أو حامل الحضور الإلهي. حامل الحضور الإلهي بيصنع نهضة، وكل حاجة حواليه بتعمل نهضة، جواه نهضة، حواليه نهضة، والأردن بيرجع إلى خلف، لأن هو تقلك من تقل اللي أنت شايله. أنت شايل إيه؟ شايل هم؟ ألف ألف مبروك، ارمي. مش مفروض أكون شايل ده، انت شايل ايه؟ لكن شايل حضور الهي، شكلك بيختلف، وقفتك بتختلف، عبادتك بتختلف، القوة اللي خارجة منك بتتحس، الترددات اللي خارجة منك ترددات ملكوت، مش ترددات طبيعية، مش زي الباقي اللي حواليك. ان الرب بينشئ جماعات او بينشئ مجموعات او بينشئ بيبدر بدرة في كل ارض مصر، حقيقي في الشرق الاوسط، بس بيبدر بدرة اللي احنا قاعدين اهو، بيبدر بدرة، بؤر 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 مليانة نور، مليانة نهضة. بس الكواليتي، النوعية الموجودة في هذه، وانا بتكلم على 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 اربعة بيتجمعوا في بيوت، بتكلم على اجتماع شباب صغير، بتكلم على كل مصر، بتكلم على 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 القاهرة بس، حتى بتكلم على القاهرة اجتماعات شباب صغيرة في كنائس، بس النوعية، النوعية حاملين الحضور الإلهي، حارين للرب، ضعفاء زي مريم المجدلية، زي تمزي عمواس، زي الحداشر اللي شكوا، بس بيغصبوا نفسهم لهذا المجد وهذا الحضور، لأن الرب بيدور على مثل هؤلاء اللي من خلالهم يقول هذه الآيات تتبع المؤمنين. في حاجة بتتغير فينا لما ندرك أن الرب بيدور على النوعية، مش بيدور على العدد بس. أمامه ألوف وربوات وشعوب، لكن القصة في نوعية من الحاملين. فانت شايل ايه؟ بتشيل اخبار، بتشيل مساوئ، بتشيل افكار، بتشيل عدم غفران، انت شايل ايه؟ ولا شايل حضور الهي؟ ولو شايل حضور الهي شايل مجد، لانه هو قال انا مجدي بيملى كل الارض، وانا عايزك تعرف هذا المجد، ترتبط، تلزق في هذا المجد، لان حاملي الحضور، حاملي تابوت العهد دول، الاردن بيرجع قدامهم، الاردن بيقف ند بعيدا ويكرر حاملي الحضور، حاملي الحضور، حاملي الحضور، حاملي الحضور. خليني اقول لك ايه الرب قالها لي من فتره طويله بس انا كنت ساكت عليها. سفر التكوين، سفر التكوين، ايه هو قال لي جمله الحقيقه، وبعد كده فتحت الايات بعديها من وقتها. يعني قال لي زي ما الرب، زي ما يوسف عمل مخازن في مصر، أنا بعمل مخازن روحية في كل مصر عشان مصر ما تجوعش ليا. اللي سقفوا وزنقوا نفسهم. لأن ده مش هيحصل جلا جلا، يعني مش هيحصل كده عشوائي. ده بيحصل، المخازن دي بتحصل على أشخاص حاملين هذا الحضور. أوكي. بيحصل على كل يوسف فيكم، لأن المخازن وراها يوسف، المخازن وراها يوسف،
ويوسف وراء كلمة. حاملين الحضور هو حاملين كلمة من الرب. ولما بتحمل كلمة من الرب، مش كلمة يعني، مش بتكلم على كلمة، بتكلم على كلمة لحياتك، كلمة لدعوتك، كلمة لمعنى وقفتك، كلمة بتطلق الحضور الإلهي. يوسف حامل لكلمة، حامل لحلم، حامل لكلمة. ولما الفرعون حلم حلم ويوسف فسر هذا الحلم، كان جواه كلمة، وهذه الكلمة هي اللي عملت المخازن. المخازن أنشئت من خلال واحد حامل لكلمة. والرب عايز يملى مصر بمخازن في كل حتة فيها عشان مصر ما تجوعش للرب. رب يملاك، وده زمن انك تملى. فاكرين كان في سنين شبع؟ ده زمن انك تشتري، تشتري من عرش النعمة مجانا وتخزن. زمن ملكوت الرب يفيد على حياتك فيه، زي ما كان في قمح في مصر لمدة 7 سنين، فكانوا بيأكلوا بس كانوا بيطلعوا ويحوشوا. ده الزمن ان ملكوت الرب يلمس احتياجاتك، بس زمن تشتري زيادة وتطلب زيادة وتقوم محوش جواك هبات كتيرة وثمار كتيرة وغفران كتير، وتعمق طلبك وترفعه الى فوق وتصلي صلوات كتيرة. العذارى الحكيمات اشتروا زيت زيادة، كان معهم زيت في المصابيح مش بس زيت في الاواني. ولانه كان معهم زيت في المصابيح، كان في حاجة مختلفة بتحصل لما العريس تأخر. ورب بيدور على ناس في سنين تأخر يسوع، لو جاز التعبير بحسب لغة المثل بتاع العذارى الجاهلات والحكيمات، أو بحسب سنين المجاعة بحسب قصة يوسف. أنا مش بتنبأ على مجاعة، لكن لأن في ناس عملت مخازن جواها حاملة للحضور الإلهي، الشعوب اللي حوالينا حيلاقوا مخازن ويأتوا يشتروا من مخازن الروحية اللي كل حامل الحضور الإلهي هنا شالها في قلبه. في اجتماعات صغيرة كتير رب حيضم ليها ناس، لأنه بيجدوا مخزن هنا من مخازن قمح وشبع. ورب عايز يملأ بلدنا من مخازن يوسف. أوكي، مرة تاني، الرب عايز يملأ بلدنا من مخازن يوسف. ومخازن يوسف اللي شالها ان يوسف حامل لكلمة من الرب، واقف بيها قدام الرب. كل حاجة فيه هو حياته بتعلن ان هو شايل لهذا الحضور الالهي، شايل لهذه الكلمة. فايه اللي بيخلي اجواء الملكوت تنفجر حواليك؟ ان في كلمة جواك انت ماشي بيها في دعوة حقيقية، في كلمة جواك انت ماشي بيها بدعوة حقيقية. انت عارف انت مين وعارف دعوته على حياتك ايه. يوسف عارف هو مين من ايام الحلم وعارف دعوته على حياته ايه. فبيقف في مكان مليان كلمة، وهذه الكلمة بتدي صلاحية انه يبني مخازن في كل ارض مصر. نهضة الرب هتبقى عاملة زي مخازن يوسف في كل ارض مصر. كل حتة فيها مخزن، كل حتة مجموعة صغيرة عبارة عن مخزن، مجموعة في قرية عبارة عن مخزن، مجموعة في حتة في في في, في حي في القاهرة عبارة عن مخزن، مجموعة في مبابة مخزن، مجموعة وهكذا. ليه؟ مخازن مخازن مخازن، عشان بيأتي زمن كل المخازن دي سيأتي ليها ناس ولو عايزين نخف، عايزين نفرح، عايزين نتحرر، عايزين نرى يسوع. القصة دي موجودة في تكوين 41. أنا حكيت لكم القصة كلكم عارفينها، بس عدد 54. كان جوع في جميع البلدان، أما جميع أرض مصر فكان فيها خبز. خلي بالك مش في أرض مصر، هشوف حالا. لما جاعت جميع أرض مصر، إذن مش كل أرض مصر فيها خبز، لا، كل أرض مصر فيها مخازن. لما جاعت جميع أرض مصر وصرخ الشعب إلى فرعون لأجل الخبز، قال فرعون لكل المصريين اذهبوا إلى يوسف. الطبيعي راحوا لمين؟ راحوا لفرعون. فرعون حولهم لمين؟ للحامل الحضور الإلهي. لانه ايه اللي خلاه حامل الحضور الالهي؟ انه حامل كلمه. كان الجوع على كل وجه الارض. فتح يوسف جميع ما فيه طعام
وباع على المصريين. عدد 57 دي الآية أنا عايزها. جاءت كل الأرض إلى مصر إلى يوسف لتشتري قمح. الآية دي جميلة. جاءت كل الأرض إلى مصر إلى يوسف لتشتري قمح.